مجبورة أدق فيهم. إيه مجبورة أدق فيهم. برافو عدت. تفضل احمد. شايفه عم بحط ثقيل كرمال انا اي شيء رح حطه رح ينزل يوقع الطاوله. هلا ايه التكنيك مش كثير معروفه، بتتحسب، فيك تحسبيها كذا طريقه. هوبا مالت وانا مالي. انا مالي انا اللي بختي مال لو وقعت بيا ترابيزه. يلا حنشوف امل بالبوا صغير، الوزن صغير بالاحمر، عم بترجع الميلان، بتعدل المايل. تعديل المايل حلو حلو حلو. يلا احمد دورك. وزن وسط اخذ. المشكله ساكت ما بتعرف شو عم بخطط براسه. طبعا حاسب يا احمد بليز. احمد بحاول يعدل المايل. لا اوكي خلصت انت اوزانك صغيره، صار بس عندك اوزان وسط. يمكن هون كان من ضمن التكتيك اللي شفتي ليش قلت لي احمد كان مدكن المعلومات. حتوقع. يلا دولي يلا. عم تختار محل مزبوط صراحه الى حد كبير. ليه ما عم تثبت؟ انتبهي انت بدك تثبتي. ما هو ثبت الترابيزه. رح شيل ايدي رح توقع. بالراحه شويش. احمد كمان بالوزن الوسط لانه ما بقى عنده غير اوزان وسط. صغير بعد معه واحد صغير. اوكي حريف برضو ابو حميد. هي مدكن انت تقبل وسط صغير. اي نو شو عم تفكري حبيبتي؟ تعي خبريني. معي غير هول الكبار. عم فكر بهالوزن. يلا انت مش فير على فكره. والله ابدا انا شو عم انا عم جرب حبيبي انه اهم ما عندها غير كبير. يعني شو بدنا علي مواساة الضيوف. وين ما تحط الوزن حاولي انه ما في غش. اوكي ما في يا ريت. ما فينا نغش. يلا اموله. يلا بس ايه رح توقع رح توقع. مثل ما شايفتكم. شايفيني كيف شايفتكم؟ شايفيني كيف شايفتكم؟ شيل ايدك شيل ايدك شيل. لا لا رح توقع. اتركي ايدك امل. لا بليز رح توقع. لازم تشيل ايدك. ما فيك تضلك مسكتيها. اوكي ايه حتشيلي ايدك. وقعت وقعت. وبهيك بيكسب الذهب. مبروك يا سقا. 100,000 جنيه من نصيبك كبير يا سقا. امل بتعقدك انت طبعا كانت هي يعني صعبه. يو ار فيري جود.